نعم، الفقرة الخامسة والأخيرة من الأهداف التسويق المصرفي هي أهداف كفاءة وفعالية الجهاز الإداري من خلال تدريب الملاكات التسويقية بالبنك، تنمية قدراتهم في التعامل مع العملاء أو الزبائن، خلق روح الانسجام بينهم، تشجيع روح المبادرة وفي أداء الخدمات المصرفية. نأتي الآن إلى مهام إدارة التسويق المصرفي. يعني ماذا تعمل إدارة التسويق المصرفي في المصرف؟ أولاً، إعداد الدراسات الاقتصادية المختلفة. اثنين، دراسة وتحليل القوانين والتشريعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية وقواعد العمل المصرفي التي لها انعكاسات على الاقتصاد الوطني والجهاز المصرفي. ثلاثة، إعداد الدراسات الخاصة بالانتشار الجغرافي يعني التوزيع. أربعة، إعداد الخطة التسويقية الاستراتيجية للمصرف واقتراح وسائل تنفيذها. خمسة، إصدار النشرات المالية وأسعار صرف العملات والبيانات الخاصة لتطور نسب الأرباح. ستة، المشاركة في تخطيط جودة الخدمة المصرفية. سبعة، دراسة الأنشطة المصرفية وإعداد البحوث الخاصة بقياس مستوى رضا الزبائن وتحسين الأداء. ثمانية، إدارة قواعد البيانات التسويقية والبيانات الخاصة بتطور أعداد الزبائن ومستوياتهم المالية ودراسة النشاط البيعي في المصرف. تسعة، إعداد الاستراتيجية الكاملة لكافة خدمات البنك وتخطيط الحملات الإعلانية وإعداد المقالات وإعداد المقالات والمقاطع والنشرات الإعلامية وغيرها. عشرة، رصد ومتابعة إعلانات الجهات المنافسة. 11، استثمار النشاطات والفعاليات الاقتصادية والسياسية والمشاركة في الفعاليات والمؤتمرات. وأخيرا، التعاون وتبادل المعلومات مع مراكز المعلومات المحلية والأجنبية. أحبتي الأفاضل، في نهاية هذه المحاضرة هناك مجموعة أسئلة أرجو من حضراتكم الاطلاع عليها كونها مهمة في موضوع استيعاب الموضوع بشكل دقيق. هناك أربعة أسئلة بالإمكان العودة إلى المحاضرة لغرض الإجابة عنها. مع شكري وتقديري لحسن استماعكم واهتمامكم.